السلام عليكم، كيفكم؟ وعليكم السلام. كيف صرتي أليشبا؟ منيحة. عادي بنتي، تفضلي. خير أمي، ليش اتصلتي فيني وقلتي لي إجي ضروري؟ بنتي، عادي نحكي شوي. لا، ما فيني ضل، أخذت إجازة نص ساعة من الشغل لأجي شوفك، بدي أرجع بسرعة. عم تشتغلي كل شغل المكتب ما شاء الله. أمي إذا ما في شي خليني أرجع. استني، أليش بقى قالت لك شغلات لقيمة هداك اليوم؟ بصراحة هي تضايقت من حالة كتير، ما كان لازم تقولي اللي قالته. أنتوا أخوات، بس إذا في شي بقلبك تجاه أختك بدي إياكي تسامحيها. ليش عم تعتذري بسببي؟ قولي لي أمي. لأنه أهنتيها وغلطتي بحقها، أختك بتتمنى لك الخير وما بتحسدك على شي. أمي هي بتحسدني من أول يوم، لأنه زوجي ياسر أحسن بمئة مرة من هذا الفاشل المنافع لشي أيام. هي بتغار مني. أليشبا، أيان مو فاشل أبداً، وما بسمح لك تحكي عنه أي كلام مو منيح قدامي. خليها تحكي أمي، والوقت رح يثبت لها قديش أيان شخص منيح. الله وفقني واختار لي الشخص الأفضل. منتهى.